السلام عليكم، كي دايرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم. المهم حنا خرجنا اليوم باش نشريو المشتريات ديال العروسه اللي خاصينها، حتى اللي خاصيننا حنا غادي نشريو داكشي اللي خاصنا المشتريات ديال العرس اللي خاصين بينا. المهم خليكم معايا وغادي تشوفوا شنو غادي ناخذ ان شاء الله في الفيديو الاخر، الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نجمع كل شيء شنو شرينا وندير فيديو ونبارطاجيه معكم. دابا غادي نشوفوا هاد الشيء اللي كيتباع هنايا، هاد لي كولي هادو، تبارك الله زوينين ما شاء الله. هاد الحلقات وهاد السكان، شوفوا معايا هاد الحلقات شحال زوينين تبارك الله، ديال الهنود مهم. كل مره كنخرجوا كنشريو حاجه مع الخدمه، وهذا كنخرجوا نهار الحد، باقي ما خديناش كونجي، كنخرجوا غير نهار الحد اللي كنكونوا جالسين. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، كان الحال سخون، بدا كيسخن هنا عندنا الحال، بدا كيسخن الحال. لحقاش هنا كما قلت لكم عندنا حنا الحال اللي كيكون سخون في المغرب وفي اوروبا و تيكون بارد، هنا عندنا دابا الحال سخون، كيبدا كيسخن الحال. شوفوا معايا هاد الصاك شحال زوين، شحال زوينين هاد الدمالج هادو، كتشوف اللي غادي يناسبها مع اللبسة ديال الحنة ديال نهار الحنة. هي دابا كتاخد داكشي اللي خصها ديال نهار الحنة، لحقاش يوم العرس راه شراو ليها الكسوة، العريس شرا ليها لاغوب دو مغياج. هي دابا كتاخد غير ديال مهندي، يوم الحنة تيعيطو ليه مهندي، تيقولو ليه مهندي يوم الحنة. تتشوف اللي غادي يناسبها مع اللبسة، عندها اللبسة في الخضر، وتتشوف اللي غادي يناسبها مع اللبسة. دابا الصباح كنمونطي هاد الفيديو في الصباح، دابا عندنا 6 قلقسم ديال الصباح فاش كنمونطي هاد الفيديو. المهم دخلنا دابا المحل ديال الأحذية ديال الصبابط، غادي ناخدو انا غادي ناخد صبا صندالة، وهي غادي تاخد صباط. والفيديو الجاي ان شاء الله ندير الفيديو على شنو خدات.
مهم نتمنى الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنسونيش بلي لايك، وشكرا لكم على التعليقات ديالكم اللي كتخليو ليا، وشكرا لكم على الدعم ديالكم اصدقاء ديالي الجداد اللي دخلوا عندي جداد، تنشكركم بزاف. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش بلي لايك، والسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا لكم مره اخرى.